اهلا اعزائي المشاهدين، ارحب بكم اجمل ترحيب وصلاتي انك تتبارك اليوم بجزء هام هام جدا من كلمة الله ومن اختبار شخص الرب تعامل معها وتغيرت، وشخصية معروفة طبعا من صوتها وكلماتها واختبارها. ويمكن البعض اللي مش فاهم كلمة اختبار، لما بنتكلم عن اختبار بنتكلم عن عمل المسيح في القلب والكيان. شخص ما كانش يعرف المسيح وتقابل معاه الرب يسوع بمقابلة شخصية وتغيرت حياة هذا الشخص، والشخص بيكون عايش حتى يرفع ويمجد اسم الرب ويتكلم عنه ويشهد عنه بكل أماني. فأنا بدعوكم أنه تبقوا معي حتى نسمع لهذه الشهادة.